يرجى الترحيب بأسيل حمدان. السلام عليكم جميع من ينظر إلى هذا الطفل بالطبع سيحاول تحذيره من العواقب الوخيمة التي سوف تتلف عليه، لكن هذا الطفل يريد أن يحصل على كل شيء لذيذ ولا يعلم لماذا ينظر إليه الآخرون بكل هذا القلق. أخيرا يحصل الطفل على هذا الكوب وهذا ما سوف يحصل. هكذا يرى الآخرون طلاب الدراسة العليا، دائما ما يعتقدون أننا نعاني ونمر بمرحلة صعبة لتجاوز هذه المشكلة. دائما ما نستخدم كلمات كأنني متعب، لا أستطيع إنجاز المهام، لدي الكثير من المهام، لا أستطيع التوفيق بين حياتي الاجتماعية وحياتي الأكاديمية. لذلك كنت دائما أقنع نفسي بأنني لست متعبة وبأنني أستطيع تجاوز هذه المرحلة وأن هذا الشيء رغبت فيه وبالطبع سوف أصل إلى ما أطمح إليه. بدأت دراستي في مجال الإعلام والدراسات الثقافية في معهد الدوحة للدراسات العليا في قطر. حصلت على منحة دراسية وأتيت إلى قطر وكان لدي العديد من الأحلام ولم يكن لدي خلفية أكاديمية في مجال الإعلام، كانت خلفيتي في مجال التدريس. فشعرت في البداية أنني أواجه العديد من الصعوبات للتأقلم والشعور بأنني متوازية مع زملائي في الدراسة. كنت دائماً أشعر بأنني أفتقد إلى الكثير من المهارات وأنني أبذل جهداً مضاعفاً لكي أحصل على نتيجة مماثلة. تأكد لي ذلك عندما حصلت على أول درجة لي في التكليف أو البحث الأول، كانت أسوأ درجة أحصل عليها في حياتي الأكاديمية، وأقنعت نفسي حينها أنني لا أستطيع الإكمال في هذا الطريق وأن مجال الإعلام ليس مناسباً لي وعلي العودة إلى المجال الذي أعرف أنني أتقنه جيداً. كنت أخاف دائماً من مشاركة هذه المشاعر مع طلاب الآخرين لأنني كنت أخاف من الانتقاد وأن يشعر الآخرين أنني لا أمتلك المهارات، ولكن كان لابد من مشاركة هذه القرارات التي دفعتني إلى الانسحاب تدريجياً. فعلمت حينها أن الكثير من زملائي في المعهد كانوا يواجهون ذات المشكلة وأننا جميعاً في بداية الدراسة نواجه العديد من التحديات. كان ذلك مصدراً دفعني للارتياح قليلاً لأنني لست الوحيدة التي أشعر بهذه الصعوبات، الجميع يمر بصعوبات في البداية وعليك أن يجتازها. لذلك حاولت الانسجام أكثر، متابعة المؤتمرات، وأحببت رحلة الدراسات العليا في المعهد وكنت أتعرف على طلاب من ثقافات مختلفة وكانت تجربة رائعة بالنسبة لي. ولكن لم أكن أعلم أن هنالك مفاجأة جميلة بانتظاري. في مارس 2020 وصلت جائحة كورونا إلى قطر وبالطبع لم تستمر المحاضرات طويلاً وكان علينا متابعة كل المحاضرات والندوات من خلف الشاشات. في هذه الفترة بدل أن أركز أكثر على دراسة المواد التي يجب أن أنتهي منها وتسليم التكاليف في موعدها المناسب، كنت أتابع نتفليكس بشكل كبير. كنت أحاول الهروب من واقع الجلوس وحيدة في الغرفة وأحاول دائما فقط أن أتابع المحاضرات وكنت أشعر بالملل. جميع طلاب الدراسات العليا ليسوا نتخيل حياتنا دائما أنها مليئة بالبحوث والكتابة والندوات، ولكن هناك مساحات نريد أن نفرغ فيها بعض هذه الطاقات. لذلك كنت أتابع العديد من الأفلام، كنت أثق بفيلم الآخر بمسلسل الآخر، كنت أنسجم لأتعرف على ثقافات الناس. وبالطبع نتفليكس هي منصة رقمية باعتبارها موضة العصر الحالي والعديد منا يتابع نتفليكس،
لدي خوارزميات معينة تجذبنا دائماً إلى البحوث ومتابعة المسلسلات والإنتاجات التي قد تكون من إنتاج نتفليكس أو هوليوود أو سينمات مختلفة. كنت دائماً أدرس في مجال الإعلام أن المسلمين إرهابيين أو يتم تصويرهم كإرهابيين، ولكن لمفاجأتي علمت أن المسلمين ليسوا فقط إرهابيين، إنما كان هنالك تمثيلات مختلفة. اليوم نحن في عصر جديد لا نعتمد فقط على الإعلام المسيس، وإنما هنالك العديد من المنافذ والسينما التي يستطيع الأشخاص والرواد وصناع الأفلام أن يصنعوا صوتهم من خلالها. نظرت في تمثيل المسلمين وعلمت أن تمثيل المسلم كإرهابي ليس فقط هي المشكلة الوحيدة، وإنما تم تصوير المسلمين كأشخاص يعانون من مشاكل نفسية ويحتاجون للتخلص أو التحرر من الالتزامات الدينية حتى يستطيعوا أن يعيشوا بشكل طبيعي. فعرضت هذه الفكرة على مشرف الرسالة، ولكن أخبرني بأنني لا أستطيع العمل على هذه الفكرة لأنني قد أكون منحازة لطرف معين كوني من خلفية إسلامية. وعملت كثيراً على اختيار أفلام مناسبة لأقوم بدراستها لإكمال طروحتي البحثية والتعرف إلى طرق أحاول أن أكون فيها حيادية نوعاً ما لأناقش نظرية الإسلاموفوبيا والجندر أو تمثلات المرأة المسلمة والصراع الهوية الذي يعيشه المسلمون في المهجر. كانت رحلة ممتعة بالنسبة لي، ولكن العائق الوحيد الذي كنت دائماً ما أواجهه وتمكنت فقط من التغلب عليه في آخر شهرين عندما كنت أقوم بإعداد الرسالة، كنت دائماً أقوم بتسويف الأشياء وأشعر أن لدي الكثير من الوقت للقيام بها. كنت أقوم بترتيب المهام وأشعر أن هذا ما سوف يكون عليه الحال، ولكن في الحقيقة هكذا ما كنت أشعر دائماً. كلما أحاول أن أنظم أفكاري وأشعر أن خلاص جميع الأفكار مرتبة وأستطيع العمل عليها وسوف أنتهي وأكتب جميع الأفكار وأبحث في جميع هذه النظريات بشكل جيد، أجد أنني عالقة أمام الكثير من المقالات. أجد أنني لا أستطيع أن أوازن، لا أستطيع أن أحدد ما هي الأشياء التي يجب علي القيام بها. فكنت دائماً أتخيل أنني أملك الكثير من الوقت وأستطيع الاستعداد جيداً. كنت دائماً أجلس في مساحة خضراء وأفكر في الأشياء التي أريد القيام بها وأشعر أنني خلاص أنجزت هذه المهام وأنني بخير، ولكن هذه المهام كانت فقط تأخذ الجزء الصغير في المساحة الصفراء فقط. عندما أقوم بالبدء والكتابة أو الدراسة فقط تأخذ مني وقت قصير جداً، أقصر من الوقت الذي أتخيله، ولا أعرف لماذا كنت دائماً أجلس في المساحة الخضراء. لذلك قررت أن أقوم بمهمة واحدة كل يوم. مثلاً أستطيع أن أشاهد فيديو قد يخدم أطروحتي، أستطيع أن أقرأ مقال بحثي واحد قد أستفيد منه في رسالتي، أو أن أكتب 100 كلمة في اليوم. مهما كانت هذه المهمة صغيرة، في النهاية وجدت نفسي في نهاية المطاف قد أنجزت الكثير، ولم أشعر أنني فعلاً قد تعبت من ذلك. كنت أشعر أنني مستمتعة بهذه الرحلة. وانتهيت الرسالة وقمت بكتابة 28,000 كلمة وحصلت على درجة الامتياز في بحثي، ولم أتخيل ذلك. شعرت أنه شيء سهل وبسيط جدا، إنما يحتاج الموازنة وفقط أن نضع مهام واحدة، مهام صغيرة، لا داعي لأن نضع مهام كبيرة، ولا داعي لأن
نتوتر ونشعر بأن لدينا الكثير للقيام به، وشيء عادي أن لا نقوم بتسليم جميع التكليفات أو المهام الدراسية في وقتها، لأن دائما سنلتقي الفرصة أخرى لتصحيح هذا الخطأ. وإذا فشلنا في شيء ما هذا لا يعني أننا أننا فاشلون، إنما يعني أننا يجب أن نحاول أكثر وأننا سنتجاوزها. وأهم ذلك يجب علينا دائما أن نستمتع بهذه الرحلة ولا نقوم بتهويل الأمور. شكرا.